بسم الله الرحمن الرحيم. معك احمد عبد الودود عبد الرسول رجالات، وانا بيتي هنا، بسكن هنا في المنطقه ديت، منطقه كفر جت غار الجسر، بيتي عوط والبيت ده. وفوجئنا بعد كده ان المحاول اللي بيعمل الترع، اللي هو بيبطل الترع، جاب المخلفات بتاعه الترع من اليمه الثانيه من عند المربع ورماها لنا هنا. اولا بيجيب حشرات وبيجيب بلاوي وريحتها وكلها بلاوي زي ما انت شايفها كده، وزباله ومحطوطه وشكلها مش كويس. في ظل بقى اني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عامل حاجه منظومه جميله جدا جدا، وبيتكلم على تطوير الكره، وبيتكلم على احنا بننظف وبنعمل وبنبطن الترع وكان ده كله. هل في ظل هذه الرياده القويه والحاجه الجميله اللي بيعملها في الكره اللي بنسمع عنها، يجي مقاول يرمي مخلفات كده ويدور شكل الدنيا ويضيق الطريق ويرمي زباله؟ احنا بنناشد سيادة الرئيس، وبنناشد المحافظ، وبنناشد رئيس مجلس المدينة، وبنناشد رئيس مجلس المحلي، وكل القيادات واعضاء مجلس الشعب، ان هم في الحالة ديت يجوا يشيلوا لنا البلاوي دي. اولا في فيران وفي تعابين وفي اطفال بتروح وفي مدارس وفي كل حاجة، وبالطريقة ديت مش هتبقى خالص. فاحنا بنقول لهم ان هم يراعوا ظروف القرية. فين تطوير الكرة؟ فين المشاريع اللي السيد الرئيس بيعملها؟ احنا بنطالب ان قريه كفر جات تخش من ضمن مشاريع تطوير الكره اللي هم عمالين يتكلموا عليها، مبادره حياه كريمه. كمان احنا نفسنا كمان القريه بتاعتنا تخش في نفس المبادره بتاعت حياه كريمه. عندنا بيوت اهيه للسقوط، عندنا الزباله مرميه في كل، عندنا ادي زي ما انت شايف كل حاجه بايظه. فاحنا بنناشد كل القيادات ان احنا ندخل في حياه كريمه ومبادره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. متعرف بقى بحضرتك، اتفضل. اسمح حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاك سيد عبد الرازق صياد، برضو ساكن جار الاستاذ احمد. نفس الموضوع برضو، يعني جينا من فتره كده لقينا الناس بتاع كده، هم سالناهم قال لك ده هي فتره وهتتشال، لكن من ساعه ما اتحطت انت شايف ما شاء الله الزرع بقى لها قد ايه؟ تقريبا دي بقى لها كده اكتر من يجي شهرين او ثلاث شهور. ده طرحت تقريبا. انا بقول لك هي بقى لها فتره كبيره وبتاع، فعلا زي ما قال الاستاذ احمد كده، ان هي يعني محو الحشرات وكل التلوث، وريحتها طبعا كريهه جدا لانها طالعه من مستنقع ترعه وحاجات من دي. فهي كل اللي احنا طالبينه ان الحاجه بس تتشال وتبقى الدنيا، يعني تبقى المنظر على الاقل مقبول للواحد، ان هو يبقى شايفه كده حاجه كويسه، حاجه محترمه من ضمن اللي هي الحاجات اللي هم بيتكلموا عليها، اللي هي تطوير الكره والريف المصري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سمير عبد الهادي ابو رسول، برضه ساكن هنا برضه على الطريق هنا، والحاجه دي محطوطه بقى لها شهرين ثلاثه، قالوا نحطهم فتره ونشيلهم وما فيش حد سال بعد كده، وبقت ريحه مش كويسه ومنظر مش كويس، وممكن الحاجه دي ياخدوها اصلا يستفيدوا بقى في مكان ثاني، يعني ممكن يبقى بايظ كده ومبوظ، يعني مبوظ المكان وهو خساره برضه، ممكن يستفيدوا بيه يعيدوا، يعني يستفاد بيه في اي مكان ثاني. يعني في مشاكل ثانيه في القريه عندهم؟ لا الحمد لله، الحمد لله كله تمام، الحمد لله تمام. انا ناجي محمود عبد البير. هو ايه المشاكل بقى اللي انتوا عندكم؟ المشاكل عندنا ان هناك الكهرباء ضعيف، ولا عارفين نشغل ثلاجه، ولا عارفين نشغل غسال، ولا عارفين نشغل تلفزيون، ولا عارفين العيال تذاكر، كل شويه الكهرباء تضعف 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 لما ما فيش خالص. واحنا هناك حوالي 20 30 بيت. المحول منطقه ايه في منطقه هناك على البحر هناك في حوض ابو شوشه. تمام، ايه المطلوب؟ جنب عزبه الفوائديه. المطلوب ان احنا عايزين محول. ليه؟ لان احنا جارين من المحاول هناك، والمحاول مش مكون من الحته اللي احنا فيها خالص. في اي مطارب تانية مشاكل؟ لا ما فيش اي مطارب تانية غير الكهرباء بس. ماشي، شكرا.